لا سعيد جدا بفوز في البطولة الختامية لبطولة لونجين جلوبال تور برج إيفل. كان المشاركة يعني صعبة، والحمد لله بتوفيق من الله استطعنا أن نفوز ونحقق مركز أول 3 أيام. هذا شيء يعني يجعلنا نفتخر وسعيدين أيضا بتواجد الأخوة الحضور هنا في هذه البطولة اللي شجعونا وكانوا داعمين لنا، وكل الشكر أيضا لإسطبلات الشراع وإلى الشيخ منصور بن زايد وإلى الشيخة فاطمة بنت هزاع على دعمهم المستمر لرياضة قفز الحواجز، وإن شاء الله الرياضة هذه من تطور إلى تطور. إن شاء الله البطولة القادمة في فرنسا راح تكون الأولمبيات، وأنا إن شاء الله راح أكون موجود من ضمن الفريق المشارك لدولة الإمارات. طبعا الفروسية في دولة الإمارات صارت من الرياضات المحببة إلى الشعب الإماراتي، في عدد كبير من الفرسان الناشئين والمبتدئين يشتركون في البطولات المحلية. هذا إن دل على شيء دل على أن الرياضة تنتشر انتشار كبير في دولة الإمارات. دعم كأس صاحب السمو رئيس الدولة لشوط في بطولة برج إيفل في فرنسا أيضا كان له دور كبير لتطوير الرياضة بالإمارات وتحسين العلاقات ما بين الدول. هذا إن دل على شيء دل على أن كأس صاحب السمو بطولة غالية ولها سمعة طيبة في كل دول العالم.